السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في قناه بنت لاله نجيه. فيديو اليوم ما شاء الله تتمه ديال الموديل. غادي نبداو نخيطوا هاد القطعات الصغار هادو بحال هاد الشكل هذا كيف شفتوا معايا. من بعد ما خيطت الجهه ديال الامام غادي ناخذوا قطعه ديال الظهر وغادي نحسب هنايا 15 10 سنتيم، اما 10 ولا 15 حسب الرغبه. صافي، المهم غادي نحسب هنايا مثلا 15 ونشوف لاستيك نحط بهذه الطريقه هذه حتى لهنا. كل واحد يخدم يعني على حسب، كل وحده كاينه اللي تكون ضعيفه، المهم نتوما شوفوا حسب الجوده ديال لاستيك. صافي، غادي نشوف القياس اللي نحتاج والباقي غادي نقطعو باش كيتجمع الظهر كيجي الموديل زوين في الظهر ديالو. صافي، من بعد كناخذ الجهه ديال الامام وكنحطها فوق الظهر وكان يعني خصني يكونوا نفس القياس كيف كتشوفوا معايا، نطوي لحد القياس باش يكونوا قد بعضياتهم، ما يكونش واحد كبر من الثاني. صافي، بهذا الشكل هذا نعاود نطراسيها باش نطويها، لان الظهر درنا فيه الخيط المطاطي، اما هذا ما فيش، دونك خصو تجي ديك الطيه في جهه الامام. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه، وكنعاود نقادو من الجهه الامام باش يكونوا عندي نفس القياس. حتى هاد الجهه هذه حتى هي نفس الطريقه اللي درت القطعه الاولى، نفس الطريقه حتى هي. هنا كناخذ هاد القطعه ديال الجهه الامام وكنطوي هاد البانسه هذه نخيطهم نفس الطريقه بالنسبه للدار الامام والدار. هاد البانسات كاملين كنخيطهم كنمشي على التراساج اللي درت. هنايا كنحسب 8 سنتيم وكنطراسيها هكذا، 8 هذه ديال الكروازي، وغادي نجيب ديك القطعه الصغارين وغادي نثبتهم فوق منها يعني وكانهم قطعه واحده بهذا الشكل، غير من الكتف والجناب. صافي، اما الامام لا كنخليو كتبقى ديك القطعه هكذاك مفتوحه. هنا كنثبت هذيك القطعه الصغيره مع الجهه الامام باش كيجيوني ساهلين، ملي كنبغي نخيط الكول كيجيوني ساهلين، طريقه الخياطه كيجيني ساهله. كنثبتها كامله يعني من الكتف والجهه ديال التركيز، حاولوا تمشوا فوق من السرجي باش ما كتبقاش الخياطه باينه، ملي كنجيو نخيطوا الكم ما تجيناش خياطه باينه، يعني كنمشي فوق السرجي. يعني الهدف ديالي من هذه الطريقه اللي كندير هو ان باش نثبت ديك القطعه الصغيره فوق الجهه الامام. وهنا في حاله مثلا جاتكم شي زياده ولا شي حاجه، ولا ربما مع المقاس اولا بطريقه الخياطه خرجتوا ديك الزياده خرجات، يعني ماشي مشكل انكم تنقصوها تقطعوها. هنا يعني كيف كتشوفوا معايا هي انا خرجت لي هنايا تقريبا سنتيم ونص ولا جوج، تقطعوها عادي. القطعه الصغيره خصها تجينا بهذا الشكل ما يكونش فيها شي زياده ولا شي حاجه. هنا كناخذ الجهه ديال الدار حتى هي ديك القطعه الصغيره فوق من القطعه الكبيره وكنثبتهم بنفس الطريقه اللي خيطت ديال الجهه الامام. من بعد كنخيط الكتفات هكذا الجهه الامام الظهر مع الامام، كنخيط الكتاف هما الاولين
بعد كنجي الكل وكنخيطو في الوسط باش كيصبح عندي قطعة واحدة. من بعد كناخد هاد الكول وكنفتح ديك الخياطه وكنعاود نخيطها باش كيجيني الكول كيجي فيني ما كيجيش ديك التنيه، يعني كنزيدو بحال اللي كتزين لينا الكول من جوج جهات، يعني داك السرجي بحال اللي كنثبتوه. وهنا كنحسب 8 سنتيم اللي حسبناها في الاول، 8 سنتيم بهذه الطريقه هذه. وكذلك من الجهه الثانيه هذه هما اللي غادي نخيط، فقط ندير فيها واحد الكرانه باش نقلبه ونخيطه. وهنا كنجي نحسب هذيك القيمه ديال 8، واخا هي نقصات كنشوف ديك الكرانه، المهم الكرانه فين كاينه. كنعاود نحسب 8 سنتيم اللي خليناها في الجهه الامام، وهكذا كنثبت الكول ديالي باش كيكون عندي خدمه كامله، كتكون يعني ما كيكونش عندي شي خطا. هنا المنتصف ديال الكول مع المنتصف ديال الظهر. واحد النقطه مهمه، لان الثوب هنايا عندي انا الثوب كشمير، فكان صعيب في الخدمه وبالاخص الناس اللي ما عندهمش الماكينه اللي صحيحه، يعني غادي يكون عندهم يعني كيكون صعيب في الخياطه، يعني الماكينه اللي ما كتكونش كتخيط الحاجه اللي غليظه كيكون صعيب. دونك الا كنتو غتخيطوا وبالنسبه للمبتدئات فمن الاحسن خذوا اما الفودان ولا شي توب اللي يجيكم ساهل في الخياطه. علاش؟ لان الموديل فيه بزاف ديال القطعات، دونك كيجي في الكول كيجي مضوب بزاف، فهذوك القطعات تقريبا كيكونوا 4 ولا 5 كيتخيطوا مره واحده، كيكونوا تحت هذاك ديال الماكينه كيجي صعيب شويه، كيجي صعيب بالنسبه لي ماشي متمكن. اما بالنسبه لي متمكنين فكتشوفوا معايا انا كنخيطو وكانه ماشي صعيب، يعني تردوا البال، ولكن هو في نفس الوقت راني كنت كندير واحد المجهود باش الماكينه تجبد لي داك يعني تخيط لي داك الغلط، لان يعني النوع اللي عندي ديال الكشمير هو فيه انواع، هذا النوع هذا غليظ، داك النوع اللي كيكون غليظ، ولكن هو الصراحه بالنسبه للبرد مزيان، يعني كاليتي شي حاجه زوينه صراحه، حيت كاين كشمير وكيكون واحد النوع اللي كيكون خفيف حتى هو مزيان، غير هو كيكون يعني خفيف شويه ما كيكونش غليظ بحال هذا. ومن بعد كناخذوا التبطين الظهر مع الامام غارنيتور اولا التبطين، كنخيطوهم من الجهه ديال الكتاف باش كيجيونا ساهلين في الخدمه، يعني في المونتاج كيجيونا ساهلين. صافي كنحط واحد العلامه في المنتصف ديال التبطين باش كتجيني الخدمه كيف قلت لكم، يعني داكشي كيكون متقول، الخدمه تكون متقونه ما كيجينيش شي ديكالاج ولا شي جهه زايده على الثانيه ولا، يعني الا خدمتوا بهذه الطريقه ان شاء الله غادي ينجح معكم. كنحطو في المنتصف ديال المونطو لاحظوا هنايا الكول كيفاش كيجي مضوبل، يعني فيه بزاف ديال القطعات، هادشي اللي بغيت نتكلم لكم عليه قبيله قلتها لكم، يعني كيجيو ديك القطعات بزاف. صافي هنايا غادي نقلب هاد الكول هذا، وضروري نقطعو من ديك الزياده اللي كتكون عندنا ديك الزوائد خصنا نقطعوهم باش ملي كنقلبو ونبغيو نخيطو الخياطه الثانيه كتجينا خدمه زوينه، ما كيجيش داك الكول بحال اللي واحد البلاصه كالقنوسه كيجيو منفوخين.
من بعد اخواتي فاش تجيو تخيطوا التبطين ضروري تخرجوا ديك الخياطه باش ما كتجيكم خدمه كتجي نقيه. هنا كنحاول ديك السرجي ندخله لداخل وكنخيط يعني باش ما يجيش باين ليا السرجي لان فيه السرجي يعني اللون اسود باش ما يجيش باين. كتجينا خدمه كيجي الموديل رائع يعني كيجي نقي في الخدمه كتجي زوينه وما كاينش شي بلياس باش الخدمه كتجي متقونه. هنا غادي تلاحظوا معايا من وصلت للبلاصه توقفت علاش باش ما نخيطش ديك القطعه الصغيره ما تخيطش ليا مع الضوفه ديك الكبيره يعني مع القطعه الجهه الامام. اما بالنسبه للدار غادي تخيطوه عادي ما كاينش مشكل حتى هو الا بغيتو ديرو فينيسيون يعني تفينيوه بالليبره ديال اليد خياطه ديال اليد غير باليد ما كتجيش باينه ماشي مشكل. يعني حتى انا درتها نفس الطريقه يعني ملي وصلت للبلاصه الجهه الامام راه فينيتها غير باليد. بالنسبه للدار خيطته الا ما بغيتوش تخيطو حتى الدار باش ما يجيكمش باينه داك الخياطه على برا وخا هي ما كتجيش باينه بزاف الا ما بغيتوش تجي باينه حيت كتغطى بالكول ملي كنطوي الكول كتجي مغطيه. هي شفتو لاحظتو معايا انا جات تحت الكول صافي. هنايا كناخذ الكم وكندير فيه واحد الكرانه ديك الكرانه خاصها تجينا مع الخياطه ديال الكتف باش ما كيجيوناش شي زياده يعني الكم ما كيجيش فيه ديك الزياده. خدمت معكم يعني عده مرات الكم مفتوح ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال الكم مغلوق يعني كيكون مخيط من الجناب وحتى الكوتي يعني حتى الجوانب ديال الموديل كيكونوا مخيطين وعاد كنلصقوا ليهم الكم ان شاء الله باذن الله نوري لكم بطريقه جد سهله. هنا كناخذ هاد القطعات هادو اللي كنزينوا بهم الكم تقريبا اي فيها 5 سنتيم يعني حسب الرغبه القياس اللي بغيتو صافي. وكنحط واحد العلامه في الوسط باش نشكل داك المثلث في الراس ديال القطعه كنحسب اثنان من هاد الجهه واثنان من هاد الجهه وكنلاقيهم مع بعضياتهم. نفس الطريقه بالنسبه للجهه الثانيه غادي نحاول نحط قطعه فوق قطعه بلا ما نطراسيهم مره اخرى صافي. هما كيطبعوا في بعضياتهم هكذا. من بعد كناخذ الكم وكنحس ان عبر يعني الطول اللي بغيت فمن الاحسن غادي تطويو بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا ونحط القطعه. وخصني هذه الدوره الثانيه تجي في النص ديال الكم يعني تجي في الوسط ديالو. هنا من بعد ما خيطتهم غادي نقلبهم ونعاود نخيطهم مره اخرى باش كيجيني مفينين وكيجيو كيبانوا في المنظر ديالهم كيجبانوا زوينين كيبان الشكل ديالهم جميل. حاول نخرج القنوطه ومن الاحسن الا درتو يعني حاولتوا تخرجوا هذا بالميكوات يكون احسن يعني انا خدمتهم بدون ميكوات لكن من الاحسن. بالنسبه لهاد السميطات خصهم يتركبوا من الجهه الامام يكونوا كيشوفوا في الدار ما يتركبوش في الدار ويشوفوا الجهه الامام لا يكونوا خطا. وكان من الاحسن يعني كيتركبوا من الجهه الامام كيشوفوا في الدار. هنا كنشوف القياس اللي غادي نطوي وكتحددوا فين بغيتوا تحطوا ديك السميطه صافي. من بعد كنخيطهم معكم يعني من جهه وحده يعني ماشي القطعات بجوج ديالكم الكم كيكون مفتوح وكنلصقهم غير في جهه وحده بهذا الشكل هذا وكذلك من الجهه الثانيه. وناخذ العبار يعني نفس القياس الكم الاول يكون نفس القياس ديالكم الثاني حط واحد العلامه وصافي كنثبتهم باش ملي نجي نجمع الكوتيات اولا الجوانب نخيطهم كيكون ساهل عليا.
هانتوما لاحظوا شفتوا الجهه ديال الامام، هذوك السميطات كيشوفوا في الدار، يعني كيشوفوا الجهه ديال الدار. سمحوا لي الا كنعاود معكم غير باش ما يبقاش ما تخطئوش وصافي، هذا هو اللي كاين. صافي من بعد كندخل دوك السميطات للداخل ديالكم باش نخيط الجوانب. كان هذا هو الشكل النهائي، كنتمنى اخواتي يعجبكم الموديل وتطبقوه بصحه وراحه. هنا راه بدون ميكواس، يعني كملتو على القصو المونيكا البسوله. بالنسبه للحزام واسفل الموديل الطيه ديالو، يعني ما قلت لا داعي حيت اصلا شي حاجه اللي سهله، ولكن الا بغيتو تشاركوا معكم مره اخرى ان شاء الله بكل فرح. هذا الظهر ديالو شوف كيفاش كيجي مجموع موديل، الصراحه في اللبسه ديالو كيجي رائع، في اللبسه كيجي زعما الصراحه كيبان، يعني كتبان السيده انيقه في اللبس ديالها. وريتكم الظهر، انا المانكه راه متكيه غير على الحيط لان الرجل ديالها مهرسه. هنا شوفوا معايا الكول ملي كيتفتح كيفاش كيكون، بامكانكم تزيدوا تفتحوا الازرار. هنا كيف قلت لكم ممكن ديروا واحد الخويطات هنا كيتربطوا في الجهه الامام. المهم تلبسوا يعني بالطريقه اللي بغيتوا نتوما. هنا ما كتشوفوا معايا ما كاينش شي تكماش ولا شي بلاصه اللي كتجي هكذا منفوخه ولا شي حاجه، هادشي علاش كنت كنقول لكم ركزوا على القطعات ما يجيش شي زياده فيهم. وهكذا كيكون بالحزام ديالو، شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. هذا البنات للبيع اللي بغاتوا مرحبا. وهكذا اخواتي غنقول لكم شكرا على المشاهده وعلى الكلام الرائع ديالكم، شكرا لكم بزاف داخل الوطن وخارج الوطن، كيجيوني تعاليق رائعه، وكذلك اللي كيبعثوا لي الرسائل صوتيه ولا ميساج هذا في الخاص. شكرا اخواتي اللي يخطوكم عليا، شكرا بزاف خوتي وخواتاتي حيت كاينين رجال ونساء. شكرا والسلام عليكم.